عمي ها وسع لا تجي فيه. انجوي وسع. انجوي الى انجوي. يلا يا عتري انا واثق فيك. اللي بيحصل ده ايش تعال ابوه؟ لا انا زعلان دجت في التركوة يا عترة. انا اسف. هياخد 50 جنيه؟ ايه مش المفروض نضربه في المليان؟ نضربه في الملمان. ايه اللي في السخيف ده؟ ايه ايه ولا في جاب. قلت ان الناس هتموت على نفسها من الضحك. ما فيش ولا في جاب. انا ما قلتش حاجه. تأليفه هو ما يقعد يقول حاجاته يلزقها فيها. انا على قده من زمان. هو اللي في ده وحش برضك. طب هقول لك انا فتح حلوه. تعال تعال. ما تقلقش يا عم هتجي مظبوطه. ما قلقش. على ليه كده الترمسه كده 100 جنيه وايه اللي بيحصل ده؟ ها عتري انا اسف. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده حبيبي ايه ده حبيبي. بص انا هنتج لك مسرحيه كبيره مسرحيه كبيره فيلم نسميه ليلى والذئب. واجيب روبي تعمل ليلى ومحمد امام يعمل ازاي. يخرب بيتك. برافو. يخرب بيتك. برافو يا عتري. هذه الوحيدة اللي جت صح. جت في السر. فضوها سيرة عاد. فضوها سيرة. بليز بس. ما في سكاكين تاني؟ انت مجنون. انت بتعمل فقرة ولا بتاخد طارك؟ فقرة. انت كويس. انت كويس. انت بقيت شبه افروديت. انا محتاج العشاء بتاعي. عشاء ايه؟ انت عايز نقل دم؟ او ماي جاد. خبش هنشيلها. 1 2 3 انا اسف. دلوقتي احط مزيل عرق كيف؟ ما انت عندك بوت تاني. الحقني يا بوي. ما تنشف يا هي سكينة. ايوه سكينة. احنا نقلقوا من اول سيف لكن مش سكينة لحد السفوري عادي. ده يجيل المايز دي. ده انا في سنك ياد وانا في سنك كنت راجع من المدرسة قفل على رجلي فخة عالم قسم لي قصة من الصين. فخة عالم ايه؟ انت كنت في فنلندا مش وقت التفاخر بالماضي. لا وقت التفاخر عادي. اي وقت التفاخر. يلا يلا روح غطس نفسك في طشت المكركروم. يلا ايوه صح يلا بلبط في طشت المكركروم. يلا يلا.